والنهاردة هنعمل بانكيك على الفطار. كوديا كيكس من أحسن البانكيك باودر والوافل باودرز اللي ممكن تلاقوها. هي فيها ممكن تعملوها بكوباية مية أو بكوباية لبن. خدت كوباية من الباودر على كوباية من اللبن على بضاية عشان خاطر اخد 21 جرامز من البروتين. لو عايزين كوباية مية هيبقى بس 14 جرام، لو عايزين كوباية لبن هيبقى 18 جرامز، ولو عايزين لبن مع البيض هيبقى 21 جرامز. وعملت القهوة بتاعتي بنفس الطريقة اللي عملتها في الفيديو الاولاني. دلوقتي هتجيب طاسة تسخنها كويس جدا، ولا حطيت زيت ولا سمنة ولا اي حاجة، بس الطاسة سخنتها كويس وحطيت عليها بالمنظر ده العجينة اللي طلعت من البانكيك زي ما انتوا شايفين. حاولوا تعملوا كل حاجة مقاس واحد. انا عملت 2 مقاس واثنين مقاس عشان اوريكم انكم بس تعملوا مقاس واحد عشان يبقى شكلهم حلو في التقديم. دلوقتي زي ما انتوا شايفين ابتدت اول ما تبتدي تعمل اللي هي الفقاقيع دي بنستنى عليها شوية وبنروح قلبنها. من احسن الباودرز للبانكيك والوافلز يا جماعة لازم تجيبوها وتجربوها. انا بجيبها من كاسكو، healthy very nice، كل الانجريدينتس في الصورة زي ما انتوا شايفين. دلوقتي ابتدت تحمر وتحلو فهقلبها. شايفين شكلها بقى حلو ازاي؟ ممتازة. وهصبر عليها شوية وبعد كده هطلعها. هنا ما كنتش بسجل، انا قطعت الموز وفراولة وحطيتهم وحطيت السيرب، هو لايت وشوجر فري. ودلوقتي ممكن تقطعوا لأطفالكم بالمنظر ده برضو يبقى حلو قوي، وتحط لهم الفاكهة عشان يعرفوا ياكلوها بطريقة سهلة. وجاء وقت اللانش وحاسة ان انا عايزة حاجة خفيفة، فانا هعمل أصائب. دلوقتي الأصائب انا بجيبها منين؟ بجيبها من كاسكو. عندنا فريش مانجو وفريش باينابلز، وعندنا فروزن باينابلز وفروزن مانجو. انا هستخدم الفروزن ايتمز في الريسيبي دي يعني. معانا كمان موزاية ما تنسوش عشان مهمة جدا. هاخد الموزاية اقطعها واحطها في الخلاط، وهاخد نص كوباية من الباينابل واحطها، وهاخد برضو نص كوباية من المانجو الفروزن كنت جايبها من الدي وهقطعها وبرضو احطها. الباينابلز انا ما اقطعه وبحطه في الفريزر، بس بجيبه فريش دايما. هناخد الاصائي سوري هناخد الاصائي وهنحطها في الخلاط مع باقي الانجريدينتس، وهنخلطهم كويس مع بعض، ونحط حبة بس لبن او مية او almond milk. وبالمنظر دوت هيكون شكله حلو وجميل. هنطلع كده عشان نقدمه بقى في الطبق ونشوف هنحط في الطبق ايه على الوش يعني عليه. دلوقتي الكمية دي كبيرة، ممكن تشير مع حد بجد هتحبوها جدا جدا، لازم تجربوها وهتدعولي. هنحط حبة كاجيوز بالمنظر ده، وناخد الالمنز برضو نحطهم بالمنظر ده، وهاخد حتت موز وحتت مانجا. ممكن تحطوا باينابلز، ممكن تحطوا كوكونات، انا بحب احط طبعا الحاجات دي. فبس انا عشان عايزه النهارده احط بس الكاجيو والالموند الموز، وطبعا ما ننساش المانجا. وهقطع المانجا، انا بحب جدا اقطع المانجا بالطريقه دي، حتى ممكن يعني دايما تاكلوها بالطريقه دي، بتبقى سهله وجميله وشكلها بصوا حلو قوي. دايما خلي بالكم وانتوا بتقطعوا يا جماعه، خلي بالكم وانتوا ماسكينها وانتوا بتقطعوا عشان السكينه ممكن تفلت تعوروا نفسكم، خلي بالكم. والمنظر كده كامل،
و انجوي. ما تنسوش تسبسكرايب ولايك وشير وكومنت. ودلوقتي دخلنا على العشاء. عندي جمبري مقشر وعندي هنا ليمونة وهنحط البهارات بابريكا ملح فلفل وبيزل اللي هو الريحان ده. بس اللي حطيته على الجمبري بتاعي وحطيت طبعا وحط طبعا ليمون اهم حاجة. بعد كده بقى ايه هسيبه شوية لغاية ما ايه يعني يمارينيت يعني في الخلطة اللي عملناها مع بعض. نسيبه شوية على جنب المنظر ده نقلبه تأكد كله تمام حلو وصل لكل الخلطة وصلت لكل جمبرية من الجمبريات الموجودة حلو قوي. نقطع بقى ايه نقطع طماطم وحبة بقدونس وبرضو هنخلي معانا نص ليمونة وهنعمل ايه التاكوز دلوقتي في الاير فراير. انا حطيتهم من غير زيت ولا اي حاجة. انت ممكن تحطوا حبة زيت عشان ما يبقاش ناشف. ممكن تحطوا حبة زيت اوليف اويل بس طلع جميل بالمنظر ده. هناخد التاكوز انا بشتريهم من اولدي. ممكن تلاقوهم في تريدر جوز ممكن تلاقوهم في سبراوز تلاقوهم في كل حتة. بحط حبة جمبري بحط الطماطم والبصل. نسيت اقول لكم البصل يا جماعة مهم جدا بيعمل له احلى طعم. البصل وحبة بقدونس وممكن اللي عايز يحط حبة ليمون وكده يبقى خلص التاكوز. ما تنسوش لو عايزين تحطوا ليمون طبعا تقدروا تحطوا ليمون. عايزين تحطوا شطة تقدروا تحطوا شطة بس في الجمبري بس انا محطيتش عشان البيبي. وطبعا هنا البيبي بينجوي وفرحان بالجمبري وعجبه اكل ماما. very nice. شفت العسل. وطبعا بالليل خلاص بعد كل الحاجات الحلوة دي لازم الواحد يشرب حبة ماتشا جرين وده المشروب المفضل بالليل. حاجة سخنة عشان خاطر الكحة اللي عندي. ما تنسوش subscribe to like to share to love me. نحط بقى المية السخنة. انا ما بحطش اي سكر خالص في المشروبات دي ولا عسل ولا اي حاجة. هو بس مية سخنة 8 أونس وخلاص. ما تنسوش during اليوم كله لازم دايما تشربوا مية كتير. اقل حاجة 8 كوبايات 8 أونس الكوباية. بحبكم قد الدنيا وحبوني وعملوا لي سبسكرايب ولايك وكومنت وشير. see you next time. bye.